على أي حال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ينضم إلينا معقبا على البيان الختامي للقمة العربية. دكتور إكرام برحب بحضرتك، كيف تابعت مخرجات القمة العربية في نسختها 32؟ طبعا هي قمة عربية مهمة، القمة رقم 32، وهي مهمة سواء من حيث مستوى المشاركة أو من حيث القضايا التي تناولتها أو من حيث التوافق على عديد من القضايا الهامة، سواء القضايا الإقليمية في المنطقة العربية وما تتعرض له بعض الدول العربية من أخطار، أو حتى أيضا بالنسبة لبعض القضايا الدولية والتي تطرح آثارها على العالم ككل وعلى المنطقة العربية. ربما يعني من أهم ما تم من توافق وما تم بحثه من قضايا هو قضية العرب الأولى، خلينا نسميها، وهي قضية فلسطينية. قضية مستحدثة عربية وهي السودان وما يحدث فيه من صراعات مسلحة. أيضا موضوع سوريا وعودة سوريا إلى الجامعة العربية والرؤية العربية المستقبلية لسوريا وكيفية علاج مشاكل الاقتصادية والمشاكل الإنسانية التي ترتبت على الاقتتال في الداخل السوري. كل دي قضايا مهمة تم تناولها في هذه القمة العربية. دكتور إكرام، في حاجة استوقفتني بشكل شخصي في كلمة سيد أحمد أبو الغيط عندما تحدث عن عودة سوريا مجددا إلى الحضن العربي، قال نحن، وأنا يعني أحاول أن أعيد كلماته، يعني قال أنه تم العمل على هذا الأمر بمعزل عن القوى الدولية حيث أن هذا هو يعتبر شأن عربي داخلي، وأيضا شدد أننا لا نسعى لصدام مع القوى الدولية، ودعا المجموعة الأوروبية إلى التفاعل وتلبية الدعوة إلى اجتماع ما بين المجموعة الأوروبية و الجامعة الدول العربية. كيف نقرأ هذا المشهد الجديد؟ الجامعة الدول العربية تعمل بمعزل عن القوى الدولية فيما لو صلة بالشأن العربي الداخلي. طبعا دي نقطة مهمة الحقيقة تمت الإشارة إليها، وإحنا ممكن نترجمها يعني بكلمات أخرى أن القضايا العربية تحل في الإطار العربي. وإحنا يمكن شوفنا تجارب سابقة أنه عندما تخرج الأمور عن النطاق العربي فإنها المشاكل تزداد تعقيدا، بيتم تطويل أمد المشاكل، بتصبح أكثر صعوبة في الحل. فكل دي عوامل يعني كانت تعقد المشاكل العربية أكثر مما هي. إذن الجديد الآن، ويمكن تمت الإشارة إلى موضوع أن هناك تجديد في الرؤية العربية وتجديد في الموقف العربي، وهو أن تحل المشاكل في إطار عربي ومن أجل الحفاظ على وحدة ومؤسسات كل دولة عربية. لأن الخطورة في رأيي أنه عندما يتم تدخل أطراف أخرى في مشكلة عربية، سواء كانت هذه الأطراف أطراف إقليمية أو أطراف دولية، فقد يعني بالتأكيد مصالح هذه الأطراف التي تتدخل تتعارض وتتناقض، وقد يدعم كل طرف من هذه الأطراف أحد القوة في الداخل، وبالتالي تزداد الأمور تعقيدا. نعم، يعني كان هناك أيضا نص أو تأكيد تركيز على عدم تدخل أي قوة إقليمية خارجية، وأنا أحاول يعني أن أقرأ هذا النص من إعلان جدة: التأكيد على الحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني. إذن هناك تأكيد على عدم تدخل أي من القوى الإقليمية أو الدولية في الشأن السوداني. يعني دي طبعا دي النقطة اللي أنا بأكد عليها، أن أي مشكلة عربية سواء المشكلة السودانية أو غيرها من الأفضل أن تحل في إطار عربي، في إطار داخلي ينبع من الداخل، وفي إطار عربي دون إتاحة الفرصة لأي تدخلات أخرى إقليمية أو دولية.
ووجهة النظر هنا أن التدخل الخارجي يمكن أن يعقد الأمور أكثر مما هي. ربما يكون في، لو احنا ننظر إلى الشأن الخارجي أو للدول الخارجية بمعنى آخر أو من مستوى آخر، فهو أن يكون لها دور في المساعدات الاقتصادية، في المساعدات الإنسانية، لو احنا بنتكلم عن إعادة بناء، لو احنا بنتكلم عن إعادة اللاجئين الذين هاجروا من أوطانهم أن يعودوا إليها مرة أخرى، ربما هذا هو الجانب الذي يمكن أن يحدث فيه توافق بين الجانب العربي وبين القوى الخارجية. أما أن تتدخل القوى الخارجية تدخل مباشر في شأن عربي، فهذا في رأيي هو ما يعقد الأمور، وهذا ربما ما تمت الإشارة إليه في البيان الختامي للسيد الأمين العام للجامعة العربية. عظيم. دكتور إكرام، حضرتك بدأت الحديث عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية للدول العربية. كيف قرأت تعاطي جميع الدول العربية مع ملف القضية الفلسطينية؟ إذا ما نظرنا يعني في الصورة كاملة من زهاء أسبوع تقريبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك، كان يعني يحيي ذكرى النكبة الفلسطينية، كيف قرأت هذا المشهد؟ طبعا القضية الفلسطينية خلينا نقول أنها قضية العرب الأولى، والقضية التي تحظى بأكبر درجة من الاهتمام من كل الدول العربية خلينا نقول، وأيضا من مصر. يعني مصر الحقيقة لعبت دور مهم قوي في مناصرة الفلسطينيين وطوال فترات طويلة، سواء في أوقات السلم أو في أوقات الحرب. مصر الحقيقة كان لها دور مؤخرا في عملية التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل، ودي أيضا كانت حاجة متكررة، يعني دي ليست المرة الوحيدة. إذن السؤال اللي حضرتك بتسأله، ووجود الرئيس الفلسطيني أبو مازن، هو أيضا محاولة للعمل على جذب اهتمام العالم إلى هذه القضية. وأنا عاوز أقول إن القضية الفلسطينية لا تؤثر على أطرافها المباشرة فقط، يعني لا تؤثر على الفلسطينيين فقط أو الدول العربية فقط، بل أيضا لها انعكاساتها الإقليمية وانعكاساتها الدولية. هي أيضا بتؤثر على السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكمله. وبالتالي هي دي وجهة النظر اللي بيعمل العرب على توصيلها للعالم الخارجي، بحيث يعود الاهتمام المكثف بهذه القضية التي طال أمدها الحقيقة أكثر من 7 عقود من الزمان أو 7 عقود ونصف. وبالتالي حل هذه القضية سيكون له آثاره الإيجابية على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. نعم. بأكمله. نعم. دكتور إكرام، يعني تفضل. وده يعني الدور اللي احنا بنتوقعه من الدول العربية، واللي بنتوقع أيضا أن يكون له مردود على المستوى الدولي. نعم. أخيرا دكتور إكرام، سيد أمين عام لجامعة الدول العربية تحدث عن رغبة من الدول العربية، من الأطراف العربية، أن يكون هناك تهدئة مع الجوار العربي. كيف قرأت هذا التوجه؟ طبعا هذه أيضا نقطة هامة، أن يكون هناك تهدئة مع الأطراف الإقليمية في المنطقة. وإحنا شفنا يمكن يعني في فترات سابقة ومنها فترات قريبة تطبيقات لهذه التهدئة. يعني شفنا التقارب اللي حدث بين المملكة العربية السعودية على سبيل المثال وبين إيران، شفنا التقارب الذي حدث في مناسبات مختلفة أو في لقاءات مختلفة مع الجانب التركي وهكذا. إذن هي عملية بدأت، وهي عملية هامة، وأيضا بتنعكس في أثارها الإيجابية في تقديري، تنعكس ليس فقط على الأطراف المباشرة، ليس على الدولتين اللي يتم بينهم هذا التقارب فقط، وإنما ده بيؤثر أيضا إيجابا على المنطقة ككل. نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أشكرك شكرا جزيلا.